معنا هاتفيا من عمان الأستاذ سلطان الخلايلة، هو الكاتب والمحلل بالشأن البرلماني. أهلا بك معنا بالتاسعة. نتحدث برلمانيا، متى يعلق أو مثلا يجمد البرلمان عضوية نائب أردني، وبالتالي متى يفصل؟ مساء الخير لك ومساء الخير للسادة المشاهدين. أستاذنا العزيز، اليوم الحادثة ممكن كانت بدايتها كما تفضلت، اليوم كانت من خلال موضوع عن انقطاع الكهرباء لمدة 5 ساعات كان في المملكة، وخلال الجلسة اللي كانت معقودة لم يكن ضمن الجلسة بالأصل ضمن جدول الأعمال طرح هذا الموضوع، لأنه كان هناك لجنة للتحقيق مع وزيرة الطاقة، وكان هناك تحقيق نيابي في أحد القاعات بعد الجلسة، بناء عليها سيتم تحديد ماهية حجب الثقة عن الوزيرة أو محاسبتها أو عدمه بناء على التقرير الفني الذي كان سيصدر. لكن خلال الجلسة كان هناك مشادات كلامية انتهت بتلفظ من سعادة النائب سامي العجارمة بألفاظ باتجاه زملائه لم يرضوا عنها، واشتد النقاش لحين رفع الجلسة بعد المشادة مباشرة. هذا الأمر اليوم استدعى في بعض المشادات ما بعد الجلسة خارج قبة البرلمان، استدعى وجود وسائل الإعلام وطرح النائب العجارمة لأكثر من موضوع خارج القبة، وخاصة عندما استقبله مؤيدوه في بعد خروجه من الجلسة. هذا لم يروق لزملائه النواب، وطالبوا بوجود قرار يسمى عقوبة التجميد أو عقوبة اللي نقدر نحكي عنها عقوبة اللي كانت لمدة عام، كان بناء على قرار اللجنة القانونية. خلال هذه الفترة بالذات كان هناك مد وجزر نحو وجود مصالحات ووساطات نحو المصالحة من خلال تقديم النائب الاعتذار لزملائه على ما بدر منه. كان لكوني أنا كنت أحد المراقبين للمشهد، كانت النية تتجه نحو الاعتذار، وتم إعطاء النائب العجارمة مساحة بعد يومين في الجلسة اللي تتليها للاعتذار، ولكنه أيضا لم يعني يعتبروه زملائهم النواب اعتذار، فكان ما بعد يومين تصويت على قرار اللجنة بتجميده لمدة عام. التجميد يتطلب النصف زائد واحد وليس الثلثين كما حصل اليوم في قرار واضح. طيب أستاذ سلطان، ما الذي يروق لزملائه؟ يعني ما هي القنوات التي كان من الأجدر أن يسلكها أسامة العجارمة قبل أن يلعب بورقة العشيرة وأن يكسب التعاطف بهذه الطريقة؟ إن بقي من التعاطف شيء. اليوم الأدوات والقنوات الموجودة كانت لدى سعادة النائب كانت موجودة من خلال طرحه لسؤال نيابي، من خلال تقديمه لاستجواب للوزيرة، من خلال جمع مذكرة لعشر نواب لتقديمها مذكرة حجب ثقة عن الوزيرة، وهذه الأدوات التشريعية والرقابية الحقيقية للنائب اللي ممكن يستخدمها في البرلمان. لكن لم يروق لزملائه اليوم النائب ما استدعى اليوم الوصول لقرار الفصل اللي كانت اليوم الجلسة من أجله، هو الفيديوهات التي حصلت ما بعد أيضا قرار التجميد من خلال الإساءة للثوابت الوطنية، من خلال ما اعتبروه إساءة لرمز الحكم لدينا جلالة الملك عبد الله، من خلال أكثر من محور تطرق له النائب العجارمة من فيديوهات ظهرت يوم أمس بالذات على وسائل التواصل الاجتماعي. اضطرت أيضا يعني مجلس الوزراء اليوم أصدر بيان شديد اللهجة بخصوص موضوع الاستقواء على الدولة، بخصوص موضوع التجمعات، بخصوص موضوع ممكن ما سمي بناء البيوت والزحف العشائري وغيرها من المصطلحات التي تم استخدامها خلال هذه طيب. هل فقد أسامة العجارمة جزئيا أو كليا التعاطف بعد كل ما حصل؟ اليوم إذا نتحدث من بداية الحادثة، وإذا سميت محطة كانت محطة في البرلمان اليوم يعني إذا تحدثنا اليوم نتحدث ما قبل حوالي 10 أيام، إذا نتدرج في الحادثة كتسلسل، النائب العجارمة فقد الكثير من التعاطف والكثير من التضامن. اليوم ما نتشهد وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن عبر التعاطف الذي كان يعني موجود مع النائب العجارمة، وكان في ترند في الأردن كلنا أسامة العجارمة، اليوم لا يوجد هذا الترند. اليوم حتى وجود الناس في الشوارع، وجودها اليوم في الطرقات اللي كانت تدعم موقف النائب العجارمة، لأنه اليوم الكل متفق على نقد سياسات الحكومة ونقد أي خلاف يكون مع الحكومة، لكن هناك بعض الثوابت التي تطرق لها سعادة النائب الذي اليوم فقد طبعا حصانته، واللي اليوم بإمكان الدولة الأردنية ملاحقته جزائيا بعد فقدانه للحصانة البرلمانية، فقد الكثير من التضامن والتعاطف. نعم، إذا كل الشكر للأستاذ سلطان الخلايلة الكاتب والمحلل بالشأن البرلماني، كان معنا من العاصمة الأردنية عمان.